السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد. نتمنى تكونوا كاملين بخير. اليوم ان شاء الله غادي نديرو انبوكسين وريفيو لواحد الميكروفون الكترون اي ام 900. ان شاء الله غادي نديرو ليه انبوكسين وريفيو، غنديرو ليه في الاخر مقارنه بينه وبين الميكروفون اللي عندي ين ماي كيو 8. غادي نديرو الانبوكسين دابا، نشوفو شنو كيجي في البوكس ديالو. المهم البوكس ديالو كيجي على هذا الشكل، هذا كيجي بحال هكا. كاين الكيبل ديالو اللي عبارة عن يو اس بي ماشي جاك، الكيبل ديالو عبارة عن يو اس بي. هاد الستاند ديالو بحالو بحال كاع لي ميكروفون، ستاند ديالو، بوب فلتر ديالو، هاد ديال سميتو. واخر حاجة الميكرو كيجي في هاد البوشيطة اللي فيها اللوغو ديال الكترون. هيا الكترون، بوشيطة مزيانة تحافظ عليه. والميكرو هو هذا كيف ما كتشوفو، الشكل ديالو الكترون يون 900، الشكل ديالو زوين. سميتو هنا ديالو في هذا الشكل، هذا ماشي بحال كاع، ماشي بحال الميكرو يون مي كيو 8. دابا غادي نجربوه، وغادي نجربو حتى نديرو مقارنه بينه وبين يون مي كيو 8 ونشوفو الكاليتي ديالو. هذا الثمن ديالو طالع على يون مي كيو 8 يمكن الدوبل ديال يون مي كيو 8، حيت هذا فيه كارت سون انترن، يعني ما غاديش تحتاج كارت سون اكسترن باش يخدم ليك، يعني هو فيه كارت سون ديجا لداخل. هذه هي الميزه اللي زايده على لي ميكرو الاخرين، ميكرو جاك، يعني هذا تقدر تخدمه مع البي سي نيشان بلا ما تحتاج ان كارت سون اكسترن. وغادي نديرو المقارنه بينه وبين يان مي كيو 8، نشوفو الكاليتي ديال الصوت ديالهم شكون اللي مزيان فيهم، وحتى نتوما تحكموا عليهم. المهم دابا غادي نجربوا الصوت ديال الكترون يو ام 900 ونشوفوا الصوت ديالو كي داير. من بعد غادي نديروا المقارنه ديال الصوت ديالو مع ين مي كيو 8. دابا كنهضر من الميكروفون الكترون يو ام 900 ونشوفوا الصوت ديالو، ودابا ندوزوا الميكروفون ين مي كيو 8 ونشوفوا الصوت ديالو، ونشوفوا الكاليتي شكون اللي مزيان فيهم. دابا انا كنهضر من ميكروفون ين مي كيو 8، غادي نديرو المقارنه بينه وبين الميكروفون الاخر ونشوفو شكون اللي مزيان في الصوت. المهم دابا غادي نديرو المقارنه بين ين مي و الكترون في الشكل ديالو. في الشكل كيبان لي ان هذا مزيان على هذا، ولا ما اظن في الشكل ديالو حتى في البلاصه ديال الجاك. هاد هاد الجاك هذا موجود بزاف على هاد البلاصة هادي كيف ما كتشوفو. عاوتاني هذا فيه كارت سون انترن، يعني ما غاديش تحتاج كارت سون باش يخدم، وهذا العكس ديالو، يعني خاصك كارت سون اكسترن باش يخدم لك بكاليتي مزيانة. ونتمنى يكون الفيديو انه عجبكم، وحكموا حتى نتوما بين هاد الشي اللي شفتو، المقارنة اللي درنا، شوفوا نتوما اللي بان لكم مزيان. الثمن ديال هذا كيتراوح ما بين 400، على حساب لي بروموسيون اللي كيكونوا، كيكون بعض المرات 400 درهم 350، هذا واصل حتى ل 900 درهم، حتى هذا فيه كارت سون انتر. ولي بياس اللي كيجيو معاه راه بحال هذا بحال هذا، والصوت راه على حساب. عاوتاني هذا الا درنا ليه كارت سون كبيره راه يكون صوت صوت مزيان، وهذا حتى هو اللي زدنا ليه كارت سون اكسترن راه غادي يخدم مزيان. بعد كارت سون انترن اللي فيه يعني قاضية غرض بحال هذه اللي داير دابا انا لهذا. ونتمنى الفيديو يكون نال الاعجاب ديالكم، ما تنساوش بارطاجيو الفيديو، ديروا ابوني و شي كومونتير زوين، وما تنساوش تعطوني الراي ديالكم في الميكروفون الكتروني 900. واللي ما شافش الفول ريفيو ديال ين مي كيو 8 راه نخلي لكم اللين ديالها في اول تعليق، ولا غطلع لكم نوتيفيكاسيون في هاد البلاصه هادي، هاد البلاصه هادي هادي
طلع لكم نوتيفيكاسيون، دخلوا تفرجوا في الفيديو، شوفوا الفيديو كامل وفيه الريفيو كامل ديال ليان مي كيو 8. هذا ما كان، تهلاو فراسكم، ما تنسوش ابوني، تهلاو.